طيب prep 3 هنشرح مع بعض الجرامر بتاع both either او either or و neither او neither nor. اول حاجة انا عندي both و either او either or او either or و neither nor او neither nor، دي بتيجي مع المثنى مع الاثنين خلاص، بس كل واحدة بتاخد حاجة جمع وحاجة مفرد او في حاجة بتاخد الاثنين جمع، ده اللي احنا هناخده دلوقتي. كلمة both معناها ايه؟ كلاهما. وكلمة either or معناها ايه؟ ده او ده. طب كلمة neither nor ولا ده ولا ايه؟ ده. فهناخد none of دي لوحدها بعد كده. تعالي جينا عندي كلمة both، قلبك بعديها اسم جمع وفعل مفرد، يعني وفعل جمع. يعني ايه اسم جمع وفعل جمع؟ اسم جمع يعني اخره ايه؟ اس. طب فعل جمع يعني الفعل هيجي ايه؟ في المصدر infinitive. هنا بيقول لي ان both of اللي معناها ايه؟ كلاهما او كل منهم، بيجي بعديها us ويو وذم وزيز وذوز. طب لو جالك في الكوريكت بدل مثلا ذيس كاتب لك ذس، هتختار ايه؟ هتصلحها تبقى ايه؟ ذيس. طب جالك ذات ذوز. هنا بيقول لي بوث لو جه معاها فعلين بوث كذا اند كذا، الفعل الاولاني والفعل الثاني بيجي بعدهم الفعل ايه؟ جمع. قلنا فعل جمع يعني فعل في الايه؟ في الانفينيتيف في المصدر. يبقى بوث اسم جمع وفعل ايه؟ جمع. ما لخبطتنيش في حاجه خالص بوث خلاص. طيب تعالى نيجي هنا بعد كده هنطبق either or. either or اللي بيجي بعديها اسم جمع وفعل مفرد. اسم جمع يعني اخره ايه؟ اس. فعل مفرد يعني ايه؟ في المصدر، او فعل مساعد في المصدر في او فعل مساعد في المفرد برضو زي ايه؟ was has is خلاص. طب هنا برضو فعل في الجمع يعني ايه؟ برضو ممكن where، ممكن have، ممكن or. دي اتفهمت الجزئية دي؟ either or و neither nor و none of. لا مش none of، انا either or و neither nor بيجي بعديهم فعل مفرد واسم جمع، فعل مفرد واسم جمع خلاص. طيب تعالوا نشوف بعد كده either of بيجي بعدها these و those و us و them و you، اي حاجه فيها of دول بيجي بعدها كده خلاص. طب either بعدها فاعل وبعدها or وبعدها فاعل، انا بحط الفعل على اي اساس؟ بحط الفعل على اساس الفاعل الثاني. لو مفرد يجي لي الجمع الفعل مفرد، لو جمع يجي لي الفعل ايه؟ جمع. يبقى either لو جالي معاها فاعلين، لو جالي معاها ايه؟ فاعلين، بحط الفعل اللي بعديهم في اخر الجمله فين؟ في انهي زمن؟ او على جمع ولا مفرد؟ على حسب الايه يا عمر؟ على حسب الفاعل. جالي مفرد يبقى مفرد، جالي جمع يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ جمع. انما في المطلق اسم جمع وفعل ايه؟ مفرد. طيب نيجي هنا عند neither، neither nor اللي هو لا ده ولا ايه؟ ولا ده، برضو نفس الكلام، بعديها اسم مفرد اسم وفعل ايه؟ اسم جمع وفعل ايه؟ مفرد. اسم جمع وفعل ايه؟ ونفس الكلام اللي هنا في either or بيمشي على neither nor اللي هو ايه؟ ان اسم جمع وفعل وفعل مفرد، ولو جالي either of هيجي لي these و those و us و them و you. طب لو جالي فاعلين بحط الفعل على اساس الفعل الايه؟ التاني. لو جالي فاعلين بحط على اساس الفعل الايه؟ التاني. طيب none of بقى بتيجي اصلا مع الجمع في المطلق، ما بتجيش مع المثنى، ما بتجيش مع المثنى. المثنى دي يعني ايه؟ اتنين، واحنا اصلا ما عندناش مثنى في يعني مش زي العربي اقول لك هاتان وهذان، لا انا عندي لو مفرد مش هحط له اس لو جمع في اللي هو العادي مش الشواذ بتاعت الجمع، هحط له ايه؟ هحط له اس لو هو جمع، ولو مفرد خلاص هيتكتب زي ما هو من غير الاس صح؟ المفرد هحط له اس ده لو فعل، انا بتكلم على الاسم اوكي؟ طيب هنا بيقول لي ان نون اوف دي بتيجي مع الجمع، وبيجي بعدها ايه؟ ذيس وذوز وذم واس ويو. اسم جمع وفعل ايه؟ مفرد زي كل دول. يبقى التلاته دول بيجي بعديهم اسم مفرد وفعل ايه؟ اسم جمع وفعل ايه؟ اسم جمع وفعل ايه؟ مفرد. اسم جمع وفعل ايه؟ مفرد. ولو جالي فاعلين بحط الـ الكلمه اللي بعد الفعل اللي بعدها على حسب الايه؟ الفعل الاولاني ولا الثاني؟ الثاني. دي كده اتفهمت؟ طب تعالوا كده نطبق كده هنا في الكريك ده. اول حاجه بيقول لي بوث وكاتب لي فريند لايك ايس كريم، رجع القاعده كده، احنا قلنا بوث اللي معناها كده هما بعديها اسم جمع وفعل ايه؟ تنفع فريند؟ هتبقى ايه؟ فريندز. طب تعالى نيجي هنا بوث اوف ذيز بوكس، بقى كاتب لي بي ماين، بي دي يعني فيرب تو بي، ام از اور واز وير خلاص. احنا قلنا ان بيجي بعد اوف دي بيجي ايه؟ ذيس ذس ولا ذيس او ذوز؟ طيب ذس دي المفرد من ايه؟ من ذيس ولا ذوز؟ ذيس. يبقى دي صلاحها تبقى ايه؟ ذيس. بوكس جمع هتاخد ايه؟ فيرب تو بي ار ماين. وصلت؟
طب تعالى نطبق تاني على اللي بعدها. بوث ساره وكاتب لي اول رنا اور فريندز. هي بوث بتاخد ايه معاها بعد كده؟ اند. برافو. رنا وساره صحاب. ايذر بنز ار يورز. احنا قلنا اسم جمع وفعل ايه؟ مفرد. هتبقى ار؟ لا از. طب نيجي هنا ايذر اوف يو want to come. احنا قلنا either بتاخد فعل ايه واسم ايه. طب الفعل المفرد يعني نحط اخره ايه؟ اس. اي اس اي اس بقى. either مريم nor سالي was absent last week. هي either بتاخد نور or. وافتكر بقى فرق بين الاثنين بايذر اور ونايذر نور في ايه؟ اور يعني ده او ده. اور اور دي اصلا خدتوها قبل كده تقريبا في اللي هي الكلمات بتاعه الوصل بين الجمل كذا اور كذا. فاور هنا هتبقى ايه؟ ايذر ايه؟ اور. نيجي هنا ايذر ذا سبيكر اور كيتل نوت اون سيل. اسم جمع وفعل يبقى ايه؟ از. طب تعالى نيجي هنا ايذر وليد وكاتب لي سوري نايذر وليد اور زين وينت تو ذا سينما. هي نايذر بتاخد اور نور. طب تعالوا لي بقى عندي شاطر هيجيبها. Both of three were very fast. هي both و either or و neither nor بتيجي مع ايه؟ ركزوا. Both و either or و neither nor بتيجي مع ايه؟ لا بتيجي مع ايه اصلا؟ جمع ولا مثنى؟ تبقى three؟ تبقى ايه؟ طيب ممكن اشيلته واحط مكانها ايه؟ both of ايه؟ them where ايه؟ very fast.